فين خالص. انت رؤيتك ايه وتحليلك ايه للفضيحه ديت وازاي نصحح الاخطاء يا استاذ عبد الناصر؟ وانت طبعا ناقد رياضي كبير يعني واعلامي وعندك برنامج. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الحدث طبعا جلل ومصدر القلق فيه والاثاره هو اللي بيتكلم فيه الاستاذ عصام واللي اتكلم فيه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه، هو ان احنا مستحيل نسكت على ما حدث في روسيا 2018 وان يكون مصيره مصير ما حدث في صفر المونديال ومصير ما حدث في ام درمان قبل وبعد مباراه مصر والجزائر في تصفيات 2010. احنا النهارده قدام كارثه، هذه الكارثه تمس سمعه مصر ولا بد من التحقيق فيها ولا بد من اعلان مين المختلف ومين المتفق ولا بد من اعلان مين المخطئ ومين المصيب حتى لا تكون الاتهامات تدافن. ادعو الوزير اشرف صبحي ان يتحمل مسؤولياته ما زالت الدوله يدها مغلوله تجاه اتحاد الكره وما زلنا نبحث عن الحقيقه ولا نعرف اين هي. هناك كلام كثير جدا ومستندات كثيره جدا وكلام خطير جدا، ولكن انا بدعو الجميع ان نتجه الى الفعل وان نترك الكلام. صحيح، وانا بتفق معاك وبشكرك يا استاذ عبد الناصر. انت اوجزت وبشكر